قام السيد الوالي اليوم بإعطاء إشارة إغلاق أشغال إعادة اعتبار للطريق للبلدية 577 على مسافة 39 كيلومتر. هذا الطريق راح يربط التجمع السكاني حاسي السيدة بمقر البلدية شعيبة، وراح يختصر المسافة من 80 كيلومتر إلى 40 كيلومتر، وهو يعتبر كطريق اجتنابي ثانوي لولاية بلاد جبلال من جهة شعيبة، معنا القادمين إلى منطقة الجنوب الشرقي سيستطيعون مستقبلا إن شاء الله الاستغلال هذا المقطع. هذا الطريق هذا يفتح العزلة على المشرع، على احنا ربط بين قرية حاس السيدة وبلدية شعيبة، هذا يتنصف يعتبر في نص تراب بلدية شعيبة، يفتح العزلة على المواطنين، ايضا على الفلاحين، راه موجودة فلاحين بكثرة في جانب الطريق،